تعود إلى بيوتها بعد رحلة بحث طويلة عن رحيق الأزهر لتودع ما بجعبتها من عسل في خلايا سداسية صنعتها هي عن اختيار وحكمة. إنه النحل اليمني ذو الفصيلة النادرة الذي ينتج منذ الأزل أجود أنواع العسل في العالم وأغلاها، لا سيما عسل السدر الذي تتجاوز عمر أشجاره 5000 سنة وهي واحدة من امتيازاته. يعد النحل اليمني من السلالات الأفريقية، أي النوع الأصغر حجباً من غيرها. ومن الصفات المميزة للنحل اليمني أنها تبني خلايا العسل بنفسها دون تدخل النحلي، كما هو الحال في بعض الدول الأخرى. يؤكل العسل اليمني كتحلية طبيعية أو يضاف إلى الحلويات، فضلاً عن أن فيه شفاءً للناس من أمراض عديدة منها أمراض القلب والأوعية الدموية، ويستخدم في تهدئة التهاب الحلق وتخفيف السعال عند الأطفال والبالغين، بالإضافة إلى استخدامه في التئام الجروح والحروق. تختلف أنواع العسل اليمني وألوانه ورائحته بحسب اختلاف مصدر الرحيق الذي تغذت منه النحلة، سواء كان من الزهور أو الإفرازات النباتية الأخرى. وأشهر هذه الإنتاجات عسل السدر بنوعيه البري والجبلي وهو الأغلى، يليه عسل السمر، ومن ثم عسل الصال وعسل السلام، وآخر هذه الأنواع المراعي الذي لا يحدد مصدره كون النحلة تتغذت من رحيق أزهار مختلفة في آن واحد. لم تختلف تقاليد اليمن في تربية النحل منذ القدم، خصوصاً في الريف، وهي ما ساهمت في إنتاج ألذ وأنقى أنواع العسل الخام، العسل الذي يعرف بكثافته وبه نسبة عالية من غذاء ملكات النحل، وهو ما جعل أسعاره هي الأغلى وفوائده هي الأفضل.